احتفلت مدينة بيت لحم بإضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد إذانا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة. ونقل محافظ بيت لحم كامل حميد تهاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمسيحيين بمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد المجيدة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء محمد شتية وبتنظيم من بلدية بيت لحم، احتفلت المدينة بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في ساحة المهد إذانا بانطلاق الاحتفالات الميلادية. شارك في الحفل عطوفة المحافظ اللواء كامل حميد ووزيرة السياحة والأثار رولا معايعة ووزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة ووزير الحكم المحلي ورئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حنانية وعدد كبير من المطارنة والكهنة والراهبات وعدد من السفراء وقناصل الدول ومدراء الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية ورؤساء البلديات والعديد من الشخصيات وآلاف الحجاج من مختلف المناطق. ابتدأ الاحتفال بالنشيد الوطني الفلسطيني من قبل كشافة نسور المهد وكلمات ترحيبية وكلمة رئيس البلدية وكلمة المحافظ وتخلل الحفل مسرحية الميلاد وفقرات غنائية متنوعة. وسبق الإضاءة صلاة ومباركة الشجرة من قبل المطارنة والكهنة ليبدأ العد التنازلي لتلمع سماء بيت لحم بإنارة الشجرة وسط تراتيل ميلادية وإطلاق الألعاب النارية التي أضاءت بيت لحم وسط فرحة وسرور وأمل بميلاد الطفل يسوع في مغارة الميلاد. بنروح 10 4 3 2 1 ميري كريسماس كل سنة وانتو سالمين ميري كريسماس هللويا 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 هللويا. بهذا اليوم المبارك ونحن عم نحتفل بافتتاحية بإضاءة شجرة عيد الميلاد من المكان الذي أعطى أجمل بشرى للبشرية، إنه في بيت لحم ولد لكم اليوم مخلص يدعى المسيح الرب. من هذا المكان المبارك، من هذا المكان الذي بدأ الله يحقق خطة الخلاص، خلاص كل البشرية بإخلاء ذاته وبتجسده لابسا كما يقول الكتاب جسد عبد، لبس جسد عبد حتى يحررني أنا العبد اللي استعبدتني الخطية، حتى يحرر كل المؤمنين باسمه. عشان هيك بيخبرنا الكتاب بأحلى بشرى إنه إلى خاصته جاء، أما خاصته فلم تقبله، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يدعوا أبناء الله أي المؤمنين باسمه. بميلاده بتجسده أعطانا هالنعمة وهالفرحة وهالبركة الكبيرة إنه ندعى من خلاله أبناء الله. بصلي من كل القلب إنه هالميلاد ما يكون ذكرى
تعبر هكذا، إنما تكون اختبار شخصي لكل واحد فينا، وأن يولد المسيح ليس في مغارة إنما في قلب كل إنسان حتى يجددوا ويجعلوا ابن لله. كل عام وانتم بخير. بريخ مولوديد موران. رسالتنا دايما رسالة السلام من هذا المكان اللي تولد فيه أمير السلام، بنرسل رسالة السلام، نتمنى وبنصلي وبيكون هذه الأيام أيام صلاة من أجل أن يحل السلام في كل العالم، وخصوصا في فلسطين وخصوصا في الأراضي المقدسة. بدنا ننعم بالسلام، بدنا يحل السلام على هذه الأرض كي نعيش بحرية، بأمان، بسلام، بمحبة بين كل الشعوب. هذا من 2022 سنة اتولد هنا السيد المسيح في هذه المغارة، وهو أمير السلام وأعطى السلام للعالم. إن شاء الله هذه الأيام بتكون أيام صلاة، ويتحقق هذا السلام المنشود، هذا السلام اللي بيتمناه كل إنسان فلسطيني. جينا لنحضر الاحتفال إضاءة شجرة الميلاد بالبلاد المقدسة. الاحتفال كان جدا جدا حلو، كان كتير مؤثر. الكلمات اللي قدموها، الأجواء اللي هون كتير أجواء حلوة، وإن شاء الله بعم السلام يا رب في كل البلاد وعلى جميع الشعوب. وكل عام وانتم بخير وميلاد مجيد للجميع يا رب. كل عام وانتم بألف خير. وبورجه رسالة من مدينة السلام اللي شهدت ميلاد رسول المحبة والسلام سيدنا يسوع المسيح، إنه إحنا بدنا السلام وبدنا نعيش السلام. بوجه لكل العالم العربي والغربي إنه إحنا شعب بدنا السلام. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.